النشرة الإخبارية من القدس دوت كوم رام الله فلسطين، أهلا بكم. استشهد الشاب مجد محمد أنيس لحلوح البالغ من العمر 20 عاما فجر اليوم جراء إصابته بعيار من نوع دمدم متفجر في القلب مباشرة، أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم جنين. عقد اجتماع أمس بطلب من الإدارة المدنية الإسرائيلية ضم مسؤولين من بلدية البيرة ومسؤولين إسرائيليين لبحث قضية مكب نفايات البيرة المركزي الذي أغلقته قوات الاحتلال مؤخراً، وما أعقب ذلك من عمليات حرق عشوائي للنفايات نفذ بعضها على مقربة من مستوطنة بسقوت المقامة على أراضي المدينة. هدمت جرافات الاحتلال عدداً من الغرف الطينية والبركسات الزراعية والخيم التي تعود لمزارعين في منطقتي فروش، بيت دجن والأغوار، وذلك بحجة البناء من دون ترخيص. وذكر شهود عيان أن قوى كبيرة من جيش الاحتلال عملت على توفير الحماية للجرافات خلال عملية الهدم. ألقت قوات الأمن المصرية القبض في الساعات الأولى من صباح اليوم على مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع المطلوب للقضاء بتهم التحريض على العنف وقتل المتظاهرين. وأعلنت الجماعة رسمياً تولي القيادي محمود عزة نائب المرشد العام منصب المرشد العام بشكل مؤقت، وذلك في أعقاب اعتقال بديع. أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدرس تخفيض مساعداتها الاقتصادية والعسكرية المقدمة لمصر، لافتة إلى أن نسبة الاستقطاع قد تطبق على أقل من نصف المساعدات الاقتصادية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جون ساكي إن الوزارة تراجع المساعدات الاقتصادية لمصر لترى ما يمكن استقطاعه منها، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ قرارات بهذا الشأن بعد. تمكن فريق طبي سعودي متخصص من نقل المريض خالد محسن الشاعري الذي يعاني من السمنة المفرطة عبر رافعة من منزله في مدينة جازان إلى مدينة الملك فهد الطبية في الرياض، واستخدم الفريق الطبي رافعة لإخراجه من منزله ومن ثم نقله عبر طائرة تابعة للقوات الجوية السعودية مجهزة بكافة احتياجات المريض استجابة لأوامر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز. وشارك في عملية نقل المريض الذي يبلغ من العمر 20 عاماً ويزن 610 كيلوغرامات 31 شخصاً من أفراد الدفاع المدني. نهاية النشرة الإخبارية، شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء.